وللحديث بشكل مفصل عن أبرز ما جاء خلال أعمال المؤتمر، معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد عبد الله الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو الشعبة البرلمانية المشارك. سعادة العضو، نرحب بك في نشرة الثامنة، هل لك أن تطلعنا على أهم ما تناولته أعمال المؤتمر؟ برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، في دورته القادمة إن شاء الله اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركته في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في القاهرة. ولقد شهدت مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة في شخص معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى مملكة البحرين ممثلة في شخص معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. وتم على هامش أعمال المؤتمر تكريم جهود وفد الشعبة البرلمانية وتسليم جوائز التميز البرلماني العربي لكل من الأخوة والأخوات جهاد الفاضل ودلال الزايد أعضاء مجلس الشورى وعيسى القاضي عضو مجلس النواب. كما وتم استعراض جدول أعمال المؤتمر المقام تحت عنوان التضامن العربي، أبرز التحديات التي تواجه الأمة العربية وسبل مواجهتها وتطورات الأوضاع في المنطقة وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق التنمية العربية المشتركة والمستدامة والتضامن والوحدة والأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. من القاهرة كنت معنا سعادة السيد عبد الله الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك، شكرا جزيلا لك.